لا عصاير بقى عشان الصيف عصاير وجماله، هنملكها. يا ايوه جماله يا جماله، حلاوة بطيخه ومانجته وفريسكته ما هو ده عادي في الشتاء ولذاذته شغال. وجندفلي. لا في مانجة اي حاجه سمك. تقول ان احنا ما ينفعش نشرب مانجا في الشتاء مثلا؟ اه ماشي، لكن كده كده لا بس بتبقى مش طازه يا لا حبيبي. ليه لا يا راجل؟ معبأة. ما هي طول الوقت اكل معبقه. المانجا مش اللي مش شربها، اكل المانجا نفسها. لا عادي تلجيها وكليها في الشتاء. لا دي ليه؟ وحشه قوي. يعني ايه ليه؟ الطبيعي يكسب. يا سلام. بلد زيوكل. لا يا عم سيبك من الكلام الفاضي ايوه ده. انا بقى بقعد في الصيف كده ربع والبس بيجامتي حبيبتي واقعد بيجامتك بقى. في الصيف؟ في الصيف بيجامتك. وطبق بقى مليان مانجا بقى، نقعد ايوه بقى ناكل بقى ايه كده ايه ونغوص. يا جماعه احساس حلو. البطيخ مثلا، انا يعني افتكرت البطيخ. حاجه على السيره دي، معلش عشان لسه بنتكلم في المانجا. اه بتاكلي المانجا ازاي بالبيجامه وتقعدي كده اه وانت بتاكلي المانجا ازاي؟ لا اصل ممكن تبقي تبعي، خلي بالك انا لا حاسس بص هقول انها لك، انت تبعي، مكار، انت حاسس انها مكار. تبعي. استني ايوه استني استني، بتاكلي المانجا ازاي؟ بص طريقتين، مش دعوه بالطريقه التانيه، هاتي الاولانيه. الأولانية بقشرها بقشرة البطاطس وأعملها كيوبس وناكلها بالشوكة. قال لك بعملها كيوبس. استني بس استني بقى. أنت ماشي ليه ماشي. بس عايز تحط عليا عشان بحب الصيف لا أصل هي بتقول لك وعايز أنا تغلو عشان بقشرها أنت بقشرة شتوي؟ البطاطس وباكلها كيوبس. كيوبس إيه؟ وبتحطي سوها. بقى فيها أنا توتكس. حاولت أمسك نفسي بس مش قادرة. طب استني، ما في طريقة تانية. أه لا أيوه في طريقة تانية. نسمعها. دي بقى إيه يعني، اللي هي لما تاخد المانجا اللي هي ممكن تبقى سنه طريه، تفتحها من فوق وتعملها كده زي الجوس كده. ده جو كشري ده يا باشا، بيحطوا الكشري في اكياس الشغل وبياكلوه ده كده. بجد والله العظيم في لسه ناس عايشه بتعمل الحاجات الغريبه دي. قال لك تعملها مش عارف انت بتعمل كده، مش جوس. جوس ايه يا عفاف؟ المانجا الصح بتاعها في البانيو. لا ايه ده، ثانية واحدة بس، ثانية واحدة بس. مش بانيو في ناس ازاي؟ بتتفرج علينا؟ مش اه في ناس بتتفرج علينا وفي كومنتات؟ اه اكتبوا كام واحد في الكومنتات تحت. انا بخاف من الكومنتس. لا ما تخافيش خالص يا بنتي، ما دي حاجة تطلع معروفة. غريبة. ماشي بياكلوا المانجا بتتاكل في البانيو. اه مايو كام مانجاية بانيو. طب وبتعملها ازاي بقى في الشتاء؟ مش انت قلت بنسقع المانجا ولا وناكلها؟ برافو بيفرق عليك معايا يا ساتر. مايو بقى البانيو مايو بتاعك شرعي. ومايوهك. ادخلي له الشتاء، ادخلي له دي، ما ترحميهوش ما ترحميهوش. طيب بصوا قولي بقى واحده واحده، احنا اتكلمنا عن المانجا خلاص، وقلتوا لي انت بتحبي الصيف ليه، وانت اللي انت فيه ده مرض نفسي، وانت متعذبه في الحر ده فرحانه، واحنا بنسيح. اه فرحانه، لان اصلا بعد كده هنروح اكيد نصيف في يوم من الايام باذن الله، لو ربنا كتب لنا نشوف مصيف ان شاء الله هنروح نصيف بحر. وانت قاعده على البحر كده والهواء بيطص في وشك كده، وبتاع الفريسكا معدي من قدامك، وبتاع الجندفلي عمال ينادي عليه. اه كام يوم يا ندى؟ ايوه جندفلي. ثلاث ثانية شهور، واحدة بس، ثلاث جندفلي. شهور جندفلي في فين؟ الصيف طلعت صيفي في مبسوطين. السويس. جندفلي مين اللي انت بتقولي لا عليه ايه ده؟ ده، ايه ده، لا ده جندفلي دلوقتي في افظاعها اماكن وكومباوند. افظاعها اماكن. اه لا اوه كل ماي سكور جندفلي. جندفلي ياسمين. يا رحت امواز هلاقي جندفلي؟ اه طبعا. مالك في ايه؟ طبعا انت بتصيف يا ابني واضح ان انت ما غيرنا. بتروحش هناك. لا اصل انا ما بروحش الحاجات دي، اصل انا عدو الساحل عامه. لا ده لسه هنتكلم، دي نقره تانية. احنا لازم نتكلم الصيف ولا احنا الشتاء؟ بنتكلم على الصيف والشتاء وبعدين نبقى نشوف اه المصيف بصي، هي حرب وهتقوم وهنشعلها حرب دلوقتي. ايه انت بقى ليه شايف الشتاء حلو؟ اديني امارتين ثلاثه. اقول لك حاجه واحده بتحل اه الشتاء، جادلني. الجونه. الله. لا لا بس ده بس صراع انا اصلا مصير. عارفه ان المفروض ان مواليد الصيف بيحبوا الصيف ومواليد الشتاء. انا يعني مواليد الشتاء بحت. انا حاسه ان في الاكذوبه دي ما هي اكذوبه عشان قلتيها ليه؟ طيب لا انا حاسه ان كان دايما كده، هو ايه ده انت مواليد ما انا ايه من فانت مواليد بتحب الصيف، الصيف؟ بكره الصيف ده كره العمى. الصيف وتلاقي الناس ملوش حل، نشيطه. لا الصيف ملوش. الشتاء هتحطي الستين بطانيه اللي انت قلتي عليهم، وبعدين الصيف بقى تعملي ايه؟ تكييف. هتدوري على التكييف. التكييف. طب انت في الشارع هتدوري على ايه بقى؟ تمشي بقى بالمروحه؟ مفيش، ملوش حل. حل الشتاء معروف، هتتدفي. حل الصيف بقى ايه؟ هتتلجي؟ لا يعني انت قاعد في الشتاء كئيب في البيت. ليه كئيب؟ ومتلج وما بنشوفش اصحابنا ما ومش تطلعش بنعرف من نخرج ومش قادرين. انت طبعك مش والله ده كئيب. لا الشتاء ماشي اللي فات سوها ماشي. ايه ده؟